لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، أكثر من 1500 أسرة من مناطق شمال شرقي بعقوبة لا تزال تعاني من النزوح القسري. في صحيفة المدى، اتهامات متبادلة بين واشنطن وطهران على خلفية قصف مواقع عراقية. في القدس العربي، ليلة بيروتية ملتهبة، 25 مصابا باشتباكات في 3 ساحات احتجاجية. في موقع كتابات، مجلس الأمن يدين جرائم ميليشيات العراق، والثوار يتقدمون بمرشحيهم لخلافة عبد المهدي. في صحيفة العرب اللندنية، حزب الله يفقد أعصابه وسط بيروت. في العربي الجديد، العراق تظاهرات ليلية رافضة لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء. وفي صحيفة الشرق الأوسط، احتجاجات لبنان في يومها 59، مسيرات واشتباكات. السلام عليكم. تتعاظم أحداث ثورة تشرين المجيدة وتأخذ أبعادا كبيرة وبصور جسام، أرعبت وأخافت حكومة بغداد وأجهزتها الأمنية والتنفيذية، وأفزعت جميع الأحزاب والكتل السياسية الفاعلة والمتربصة للثوار، وأشعلت روح الحماس الجماهيري الذي أصبح الوقود الحقيقي لاستمرار الثورة وديمومتها وتأثيرها في العراق. مقال الكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية، نستمع إلى جزء منه. أوضحت الأجهزة الأمنية والعسكرية حقيقة وضعها وعدم تمكنها من معالجة الأحداث الجسام التي تحصل على الميدان وفي جميع الساحات العامرة بالجماهير المحتشدة والحشود الشعبية، لعدم قدرتها على فهم واستيعاب المضامين الحقيقية والأهداف النبيلة والطموحات المشروعة لشعب يبحث عن الحياة الحرة الكريمة واستعادة وطنه من أيدي اللصوص والعملاء والخونة، واسترداد حقه في العيش بسلام وأمان، بعيد عن الانتهاكات الإنسانية المخالفة لحقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية التي تفقد الإنسان آدميته وتسيء إلى حريته ومعتقده وأفكاره، والمداهمات التي تقض مضاجع أهله وتسكن الخوف والرعب في نفوسهم. هذه المظاهر البوليسية والأمنية التي يعيشها المواطن العراقي أصبحت عائقا فيه في حياة حرة كريمة يستطيع فيها أن يبني بلده ويستعيد كرامته وعزته. أمام هذه المنعطفات الجوهرية التي أكدتها ثورة تشرين المباركة وفضحت الأساليب القمعية التي تتبعها الأجهزة الأمنية والميليشيات الولائية المسلحة التي سعت إلى إيجاد العديد من الأساليب والوسائل والأدوات التي ترهب بها الثوار والشعب الثائر، فأوغلت في التعليمات التي سعت إلى اختراق التظاهرات والتجمعات الجماهيرية ومحاولة إفشالها والإساءة إليها، ولكنها فشلت في جميع محاولاتها بسبب اليقظة والانتباه الذي يتمتع به أبناء الشعب العراقي المنتفض. يقول الكاتب، مهما عظمت واشتدت وسائل الترهيب والخوف، فإن الثورة مستمرة والثوار عازمون على تحقيق أهدافهم والمضي بقوة وشجاعة لإحداث التغيير القادم بإذن الله تعالى. ما لا تريد أن تفهمه أحزاب السلطة في العراق من ثورة الشعب هو أن عصر التبعية لإيران قد انتهى. لقد كان شعار طرد إيران من بين أول شعارات المتظاهرين الشباب، وهذا ما صدم الطبقة السياسية التي فصلتها إيران على مزاجها، وأيضا صدم كل توقعات مرجعية الحكومة الدينية في النجف، هذه المرجعية التي كانت تراهن على ولاء المكون الشيعي لها بانقياد تام، والتي لم تتوقع يوما أي تمرد من هذا المكون على قدستها وانقيادها لها، وفق مقال للكاتب سامي البدري في صحيفة القدس العربي. طوال 16 عاما الماضية سوقت الطبقة السياسية ومن ورائها المرجعية على أن هذه المرجعية صمام أمان للشعب وأنها حامية له،
حتى زالت الغمامة عن أعين الشباب وثاروا، فتبين لهم أن المرجعية والحكومة تأكلان من الصحن نفسه. ثم جاءت خطب المرجعية في أيام جمع الانتفاضة لتؤكد لهم أن هذه المرجعية ليست سوى صمام أمان للحكومة ومن يقف وراءها من أحزاب، وأنها راعية الطائفية بامتياز، وأن الطائفية رهانها الوحيد على إبقاء المكون الشيعي تابعا لإيران عبر تبعيته وولائه لها. لقد أسقطت ثورة الشعب العراقي الكثير من الأوهام والغمامات عن الأعين، وأنها أظهرت المرجعية بألوان ثيابها الحقيقية، وخاصة عبر خطبها في جمع الثورة التي كرستها للدفاع عن الحكومة القائمة، عبر الإشارة الخجلة للحكومة بإجراء بعض الإصلاحات على سياساتها وفسادها، ومن ثم عبرت تلويح للثوار الشيعة بأن ثورتهم ستذهب السلطة من أيديهم كمذهب وطائفة إلى يد عدوهم المكون السني طبعا. وهذا على عكس ما انتظره الثوار منها ومن ثقتهم في رجاحتها في كونها ستقف إلى جانب الحق وحقوقهم المشروعة، إلا أنها أثبتت لهم أنها لا ترى لهم حقا في أكثر من الولاء لها وللمذهب الذي يجب أن يسود عبر حكومتها حتى لو بدد ثرواتهم وحرمهم من حقوقهم في حياة كريمة. ولو دققنا النظر في حقيقة موقف المرجعية المعادي لثورة الشباب فإنه يدلل على تخوفها على مصالحها ومصالح إيران بالدرجة الأولى، وذلك بسبب رفع المتظاهرين ومنذ اليوم الأول للتظاهرات شعارات معادية للطائفية وتحميلهم لنهجها الكثير من أسباب تخريب النسيج الاجتماعي العراقي. يقول الكاتب علي حسين في مقال ساخر نشرته صحيفة المدى: اعذروا جهلي، فأنا منذ أن بدأت بكتابة هذا العمود قبل 10 سنوات بالتمام والكمال في هذه الزاوية، لدي مشكلة مع ما يقوله مقاولو السياسة في العراق والمسؤولون عن الفساد والإصلاح. أتمنى على الفتلاوي أن تقرأ كتابا صغيرا للمواطن البغدادي علي الوردي اسمه وعاظ السلاطين، ففي هذا الكتاب ستجد كما وجدنا نحن قراء هذا العلامة حكايتنا جميعا مع مندوبي الطائفية والخراب الذين يعتقدون أن الحل لأزمات البلد هو في تحويل الشعب إلى قبائل، كل منها تبحث عن سلطان يضحك عليها. الوطنية يا عزيزتي الزعيمة ليست تغريدات ولا حلقات فضائية مدفوعة الثمن، إنها مسيرة خالية من الكذب على الناس. قد تستمر حنان الفتلاوي بمفاجآتها على تويتر، وعلى أي حال كانت هي نفسها مفاجأة الديمقراطية العراقية الحديثة، فمن كان يتوقع أن تصل موظفة بسيطة إلى مرحلة تأسيس حزب وشراء قناة فضائية مثلها مثل كثيرين من الذين حصدوا المناصب والأموال من خلال خطاب طائفي إقصائي، ظل يتصدر المشهد في كل انتخابات مثلما يتصدر اليوم أحمد الجبوري أبو مازن مزادات بيع المناصب. ففي حوار مثير كشف السيد زهير الشلبي الرئيس السابق للجنة أعمال الموصل عن مزاد تم نصبه لبيع منصب محافظ نينوى، وأن هناك 3 حيتان سال لعابهم على الكرسي: أحمد الجبوري وخميس الخنجر وجمال الكربولي. سيسأل قارئ عزيز: وما مصلحتهم من هذا الكرسي لمدينة تعاني الدمار؟ إنها دولارات الإعمار أيها السادة. إن أكثر الرغبات وقاحة هي رغبة السلطة، ويضيف: لكن رغبة المال تتفوق عليها. المشكلة يا سادة ليست في عدم وجود كفاءات، وإنما في ضياع القيم الأخلاقية والوطنية عند مقاولي السياسة في العراق. مشكلة روسيا في توهمها أنها دولة عظمى، فهي أصبحت دولة تتحكم بها مافيات تسلطية وارثة لإنتاج عسكري كبير. توهمها ذاك دفعها إلى مقارعة أمريكا وأوروبا مع وصول بوتين إلى الحكم، ولكن المقارعة تلك لم تكسبها إلا عقوبات تتعاظم تباعا وترديا في أحوال اقتصادها وحياة أغلبية سكانها، بحسب مقال الكاتب عمار ديوب في صحيفة العربي الجديد. ثورتا العراق ولبنان كانتا وبالا على روسيا والنظام في سوريا.
إذ حاصرت الثورتان نظاميهما اللذين كانا بمنزلة منفذين للنظام السوري على العالم ولتخفيف الحصار عليه، وضمن ذلك لم يعد في مقدور النظام العراقي دعم شقيقه السوري بمليارات الدولارات أو بالميليشيات. النظام يتهوى اقتصاديا بفعل ذلك، وروسيا وإيران المحاصرتان لا تستطيعان إنقاذه، وهو لا يستطيع السير بالضغط على التجار أو الفاسدين إلى النهاية، حيث هو ذاته غارق في الفساد وحامل لهم في آن واحد. نتيجة لذلك كله العملة السورية تنهار، ورصيد البنك المركزي من العملة الصعبة يكاد ينفد، والوضع المعيشي لأغلبية السكان يتردى، وهناك من يتوقع ثورة جياع في المناطق المحسوبة على النظام. كل هذا الفشل يعني شيئا أكبر من النظام، فالأخير خارج العلاقات الدولية منذ أكثر من 8 سنوات، بينما الفشل الحقيقي يطاول روسيا التي لم تستطع تعويم النظام مجددا، ليس لدى أوروبا بل في الخليج كذلك، وتركيا ما زالت تماطل في إقامة علاقات معه ولديها شروط سياسية عليه كما حال أمريكا وأوروبا. وفي حال اعتماد قانون سيزر في ضوء الوضع الإقليمي والمحلي للنظام وضعف القوى الروسية، سيكون لذلك تأثير كبير بمستقبل النظام. العقوبات هذه لن يستطيع الأخير تفادي خطورتها، بل قد تكون لها مفاعيل كبيرة تغير من كل المعادلات التي حاولت روسيا تفاديها وتغييرها وخلق معطيات جديدة. إن عزل رئيس هو أهم شيء يستطيع الكونغرس فعله، إلى جانب إعلان حرب عليه، فبعد تفكير عميق أقول ما يلي: إن موضوع الرئيس دونالد ترامب ينبغي النظر فيه بتمعن وحذر إن كنا نريد للديمقراطية الأمريكية أن تبقى بخير. هكذا كتب توماس فريدمان في صحيفة الاتحاد الإماراتية. وعليه فإذا قلنا مثل ما يقول الجمهوريون إن ما فعله ترامب ليس ممارسة مستوجبة للعزل، فإننا بذلك نقول لأنفسنا ولكل رئيس أمريكي في المستقبل، وفي تناقض مباشر مع ما كتبه المؤسسون في الدستور، إنه لا بأس من استخدام قوة أجنبية لإمالة كافة الانتخابات لصالحه. ولكن هل تتخيلون حجم الأموال التي يستطيع المرشحون جمعها من قوى خارجية من أجل إمالة انتخابات لصالح مستقبلا، أو عدد المقاتلين السبرانيين الذين يمكن تجنيدهم من بلدان خارجية من أجل خلق أخبار كاذبة أو كبح التصويت أو إثارة الغضب ضد مرشح منافس؟ إن حدث ذلك فإن نزاهة انتخاباتنا ستتحطم مباشرة، ولا يعود لدينا رئيس ذو شرعية. بغض النظر عما إذا كان يعجبك ذلك الرئيس أم لا يعجبك، فهو في الأقل سيمثل ذلك وصفة لفوضى سياسية دائمة، لأن سلطة كل الرؤساء المستقبليين لن تحترم إن كانوا قد انتخبوا تحت تأثير أي نوع من التدخل الخارجي. يقول الكاتب: إذا بقي ترامب فإن أمريكا التي درسنا عنها في مادة التاريخ، أمريكا التي نشأنا على معرفتها وحبها، أمريكا التي لطالما كانت محل إعجاب بقية العالم ومنارة للديمقراطية والعدالة، لم تعد موجودة بحسب الكاتب. خطاب نصر الله الأخير لم يكن سوى مجموعة من النكات السمجة التي لم تصل حتى إلى إضحاك الثوار اللبنانيين الذين لا يزالون يعتصمون في الساحات على امتداد لبنان. عن ثورة لبنان كتب عديد نصار في صحيفة العرب اللندنية. لم يكن خطاب حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني في إطلالته الأخيرة سوى مجموعة من النكات السمجة التي لم تصل حتى إلى إضحاك الثوار اللبنانيين الذين لا يزالون يعتصمون في الساحات على امتداد لبنان منذ قرابة الشهرين. فهل كان خطابه لزوم ما لا يلزم، أم كان موجها بالدرجة الأولى إلى ما يعده بيئته الحاضنة في إطلالة جديدة له بعد غياب دام شهرا من الزمن، بعد أن كثف ظهوره في الأسبوعين الأولين للانتفاضة، أم كان تمهيدا لأمر ما؟
وفيما يستمر الثوار كل يوم في ابتكار لوحات جديدة في مسيرة ثورتهم السلمية، مستخدمين أساليب وطرقا متنوعة في مواجهتهم لقوى السلطة، بدءا من الاعتصام في الساحات إلى قطع الطرق والتوجه إلى المؤسسات الرسمية المسؤولة عن تردي الخدمات، إلى الاعتصام أمام المصارف والتوجه إلى مكاتب ومنازل النواب والوزراء المسؤولين عن فشل البنى التحتية التي عقدت من أجلها الصفقات ونهبت الموازنات التي خصصت لها على مدى العقود الثلاثة المنقضية. تتواصل أعمال القمع والتعدي على المتظاهرين في مختلف المناطق واستخدام الجيش والقوى الأمنية في قمع تحركاتهم باللجوء إلى القوة المفرطة التي نتجت عنها إصابات كثيرة في صفوف الثوار، فضلا عن التوقيفات التي شملت عشرات الثوار السلميين في مختلف المناطق. أيضا كان رد الثوار في كل مرة مزيدا من التضامن والالتحام بالساحات، ما فرض على أجهزة السلطة في كل مرة إطلاق سراح المحتجزين في مدة قصيرة. هذا حلم نصر الله وحلم كل القوى التي انغمست في الفساد وشاركت في نظام النهب الذي دمر الاقتصاد الوطني وأفقر الخزينة العامة وأوصل اللبنانيين إلى ما هم فيه من فقر وبطالة وهجرة وإهدار للحقوق الأساسية للمواطن وتدمير المرافق والخدمات العامة. هذا الحلم بالعودة إلى ما قبل 17 من تشرين لاستعادة منظومة النهب ولتفادي المحاسبة هو حلم إبليس بالجنة وأبعد. قال باحثون شاركوا في دراسة علمية جديدة حول واقع صناعة الأعضاء باستخدام الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد وأفاقيها المستقبلية، إنه رغم التقدم الحاصل في السنوات الأخيرة لا يزال أمام هذه التقنية العديد من العقبات قبل إنتاج أنسجة وأعضاء قابلة للاستخدام. الطباعة البيولوجية الثلاثية الأبعاد هي عبارة عن منصة تصنيع متطورة للغاية تتيح طباعة الأنسجة والأعضاء الحيوية في النهاية من الخلايا، وهو ما يمكن أن يفتح عالما جديدا من الإمكانيات للمجال الطبي، في حين يستفيد مباشرة المرضى الذين يحتاجون إلى أعضاء بديلة، وبدلا من انتظار متبرع مناسب مع احتمالات رفض الجسم للعضو المزروع، تسمح الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد للمرضى بالحصول على عضو مصمم خصيصا ليحل محل أعضاء تالفة أو مريضة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.